اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتوره هالة السعيد وزيره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري، وده للاطلاع على اخر مستجدات تنفيذ خطه الاصلاح الشامل للجهاز الاداري للدوله. الحقيقه انه سفيره بسامه راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ذكر انه الرئيس السيسي طلع خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ خطه الاصلاح الشامل للجهاز الاداري للدوله. ده ابرز واكثر ما يهم الدوله المصريه في هذا التوقيت هو الاصلاح الشامل للجهاز الاداري للدوله. في هذا الاطار وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمنح الاصلاح الاداري والمؤسسي لجميع جهات الدوله العنايه والاولويه اللازمه في ضوء اهميته البالغه في الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي والخدمات المقدمه للمواطنين. كلف ايضا الرئيس بان يتم تنفيذ خطه الاصلاح على اساس رؤيه شامله تشمل تحفيز العناصر البشريه، ويمكن دي من اهم اضلاع هذا الاصلاح العنصر البشري، واللي يمكن بيثبت كفاءة وجدارة في عملها واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات أيضا للمواطنين من الجهة الأخرى. هذا بالإضافة إلى الاستفادة من تطورات التكنولوجيا الحديثة في الإدارة العامة من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، أخذا في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي. يعني الدولة دلوقتي طبعا زي بالخبر بيذكر بتشتغل على الإصلاح المؤسسي في إطار رفع كفاءة العنصر البشري وأيضا التحول والتطور التقني والتكنولوجي. يمكن كل أضلع الدولة دلوقتي بتشتغل في هذا الإطار. يمكن خلوني أقول لحضراتكم مفروض الدولة تستغل انتقال العاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز جهود هذا الإصلاح الإداري. يمكن العاصمة الإدارية الجديدة يكون على عاتقها نقل كل أشكال التطور في المرحلة القادمة من تحول تكنولوجي ورقمي وأيضا إصلاح مؤسسي بشكل جديد. أيضا هالة السعيد وزيرة التخطيط كانت أوضحت أنه محاور خطة الإصلاح الإداري بتشمل تطوير العنصر البشري زي ما كان الرئيس وجه من خلال تحديث الملفات الوظيفية للعاملين بشكل إلكتروني وتقييم العاملين وفقا لمنهجية عملية وعلمية دقيقة.